Alanya bıçağın ortayı değil. İnşallah bir şey üreter. Hankedim Allah ki el-embriyoloji of the syphilis. Bes o doktor Ayman Meşgur Ali Hazretin syphilis. Ya Hazretin yubba el-embriyoloji الهارت متاخد يا رفت مش هتلاقي مكان مش هتلاقي كرسي لا لا عادي مش مشكلة الهارت بيتفرق في نهاية الأسبوع الثالث as the end of the third week بيحصل تكوين إلى الهارت بيبدأ الهارت يبيت at the end of the third week في اليوم العشرين من البريجنسي أو اليوم الواحد وعشرين أو اليوم الاثنين وعشرين الهارت يبدأ يعمل بيتين تمام طيب هاو الهارت ازاي الهارت بيتكون؟ انا هينشور ان حضراتكم واخدين جنرال امبريولوجي وهعاود الحته اللي هحتاجها ايام الديفلوبمنت بتاع الثيرد جيرم لاير اللي هي الانترميديت ميزوديرم وات هابن الميزوديرم دوت اتقسم الميزوديرم اتقسم الى ثلاث اجزاء تم ميزوديرم يعني كانت الامبريو كانت دايره سيركل دايره بس الدايره ديت طبعا انت عارفه زي مش زي الليمونة لا زي البالونة انت فاكر كان زمان في بالونة عند الدكتور سيبك منها طلعوا الايام دي بالونة بتبقى ليها حتة كبيرة في قدام وحتة صغيرة صح؟ ما هياش مستوية عامل زي الانجلو كان في المرحلة الأولانية كان عامل زي السفيريكال بس ما هوش سفيريكال أصل السفيريكال يعني برتقالي يعني ليمونة لا هو يميل ناحية البرج يميل ببرج أو بزيادة ناحية الهيد الفوتشر التي سوف وهي العملية محسوبة يا جماعة ده بالفيرست بالفيرست أول ما الزي أول ما السبيرم والأوفر تقبلوا حصل في ديترمينيشن اوف سيكس فالعمليه محسوبه لا فعايز اقول لك ان الامبريو كان اسفيريكال بس مش اوعى تكون متخيل هو اسفيريكال عامل زي الكره القطر لا يا حبيبي عامل زي البالونه اللي كنا اللي هم بعد ما خرجوا من الناس وطوروها شويه تلاقي حته منها كبيره وحته صغيره تمام اوكي وات هابن انا لمست في حته دي قلت لك الابن هنا في المرحله دي ثلاثه ليرز اكتودام وميزوديرم في النص وانتودام جوه وبعدين فوق في اميون وتحت في يوكسي تمام جه اللعب بتاعنا يا دكتور على الميزوديرم اللي في النص الميزوديرم اللي في النص ده يا دكتوره الشغل عليه تمام يبقى انا دلوقتي لما اكلمك عن الميزوديرم اللي هو دوت ده الميزوديرم ده كله يبقى انا كما لو كنت شغال على طبق والطبق تحته الميزوديرم وكان فوق الميزوديرم ملايين يعني انا شغلت في اللير اللي في النص لير شفتها وخلاص واللاير اللي
تحت تفين والليل ده شغال لدرجه هتخيل معاه ان هذا البرزدر عباره عن شويه حته عجينه او جيل جيل بس الجيل عادي جامد شويه بجيل ميه يعني لا تمام. طيب لما تكون هذا الجيل اللي هو انت بتجيب البرزدر ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان اتقسم هذا الانترميديت ايزوتيرم اللي هو جيل لايت ماتيريال الى ثلاث اجزاء. الجزء اللي في ده حاجه اسمها نوتوكور. النوتوكور ده عامل زي العمود المشفر بتاع الجنين الاكسس اوف ذا ايمان اللي هو النوتوكور محل بالتبرة الكولم في الأضلط النوتوكور تمام. يبقى النوتوكور ده هو لدرجة اللي على التو سايد هنا عملوا لي حاجة اسمها سومايز. أنا بتكلم عن الانترميديت ميزوتير اللي هو الجيري لايك ماتيريال تمام. عملوا لي السومايتس. السومايتس ديت يا دكاترة اللي كانت بتديني العمود الفقري الفرتبرال كول وكانت بتديني مصر وبتديني عده حاجات بس اشهر حاجه العمود الفقري تمام. الانترميديت باك والانترميديت ميزوتيرم ده انا عامل متخيل ان الواحد راح جاي بايده وراح حاططها كده في الطبق. احنا قلنا في جيل لايك ماتيريال والنص فيه نوتوكور على تو سايدز اتكونت السومايتس. لاترال الى السومايتس واحد هتخيل ان مدي وبطني وكده بس ما وصلش الطبق عمل جروز. هذا الجروز عمل وات از كولد اللاترال الاكنز وديربي دوت اللي بيكون اسف الانترميديت بارت اوف انترميديت ميزوتيرم اللي بيكون موستر زيولوجيكال سيستم اللي بيكون الكتني والدستس والاوبري وعائلته والتراب تمام. اللينر اللي بره اتقسمت بواي شيبت كافيتي اللي هي الاهي واي شيبت كافيتي. الواي شيب الكافيتي دوت اتحول الى بريكارديوم فوق وبلورا في النص وبروتينيا تحت اللي هو الانترا امبليونيك سيلوب. انترا امبليونيك سيلوب. طيب جت بقى لما الحته دي اتعملت البريكارديوم راحت الهارت تيوب متكونه الكرينيال الى الاورال ممبرين. This is the oral membrane in the future mouth. وديت الهارت تيوب بس تو هارت تيوب اتكونت واحد يمين واحد شمال. تو هارت تيوب وليس واحد. انا دلوقتي يا دكتوره في الاسبوع الثالث بس ما وصلتش نهايته. ما انا لو وصلت نهايته هيبقى الهارت بدا يشتغل تمام. يبقى تو هارت تيوب ديفلوب سماها في البسرة المزدر الكلينيال تو الاورا المنبرين كودا تو الانترا امبليونيك سيلو. هات الرسم بتاعك يا دكتور انت اتكرمت عليا اهي. لما خدنا سيكشن ادي الهارت تيوب اهي اهي الكودا وهات اللي فوق بعد كده هات اهي هذه الهارت تيوب كودا الى البريكاردي. هات اللي تحت بقى يا دكتور بعد اذنك اهي كودا تو ذا بريكاردي وده الكرة المنبرين الاوروفالينجيا الاكتريميا دي او الله ده والبريكاردي يا دكاتره الكرانيال دي الترانسفيرس سيستم والجويد درايف الدايفريم
بس ستة موتش جولد رايبن هي فراغ صلى على النبي. فاهمين حاجة؟ فاهمين حاجة؟ حد فاهم حاجة؟ ايه؟ انت فاهم حاجة؟ انت اسمك ايه؟ اسمك محمد فهمان؟ محمد فهمان؟ انت اسمك عمر سرحان؟ انت اسمك المتنال على عينه؟ بس صلى على النبي. فاهمين حاجة ولا انا بكلم في نفسي؟ فاهمين؟ طيب يبقى انا دلوقتي بقول لحضراتكم تو هارت تيوب ديفلوب. الهارت تيوب لما ديفلوب اتنين اهي انزلي تحت شويه بص بالرسمه دي اهي الاثنين بس هنا الاورال ممبرين يعني هما فوق الاورال ممبرين وده طبعا في الاناتومي مش هو ده الواقع. طيب وفي نفس الوقت تحت البريكارديا مش هو ده الواقع انزل كمان شويه دكتور اهي الحته ديت هتعمل ترانسفيرس تبقى من الحجاب الحاجز الدافلام يا نهار ابيض يعني عايزه تبقى الحجاب الحاجز اعلى حاجه في البني ادم ما اعتقدش يعني. طيب خدنا سيكشن لقيناها بالمنظر ده اهات تشينج يا دكتور بالرسمه اللي بعد كده ايوه اهي هو تمام تشينج بقى علاج بيها شويه اهي خليك هنا الله حصل في حاجه اسمها فولدنج اوف ذا امبيو فولدنج الولد على بيتس في الاسبوع الرابع تخيل ان ده الدكتور اللي من شويه كنت بقول لك ده الاكس بتاع الامبيو الاكس ما انت تقدري تبني نفسك الا العمود الفقري تعملي فليكشن للنيه بس تيجي عند العمود الفقري لا يا فندم فرم يا فرم نفس النظام في سنسة نقطة فور الأكل الولد كبر طول الأبدومن الأبدومن الكابتي كان مطقق وديل لنز تعبابة عباك عمل يطول عباك فسبحان الله ربنا سبحانه وتعالى عمل لنا إيه النقطة فور عمل الأكل الواد حصل له فولد كده وحصل له فولد من الالام كده معايا يبقى الولد بعد ما كان كده لا ده بدا يحصل فولد من الكريجن وكده ده مش كده وبس ده من على الناحيتين من على الناحيتين بعد ما كان الواد سفرجن اصبح سلم تمام تشينج يا دكتور ده عمل ايه بقى؟ الفولد ده عمل ايه؟ ده عكس الدنيا خالص. هات الرسمه اللي كانت قبل كده يا دكتور. الرسمه دي بقى انت لو تفتكري معايا ده تشينج هات الرسمه اللي تحت ده. تمام طب كويس كتر خيرك. انا عايزك تسجل الرسمه دي في مخك عشان هجيب الرسمه اللي بعديها مبنيه عليها. الانتي الكرينيال اند بتاعت الامبريو هو ده النيورال تيوب ده النيورال تيوب البريك ده الناس اللي هيبقى عندهم البريك لكن اللي مش هيبقى عندهم البريك صح؟ وده النيورال امبريك الفوتشر ماوس تمام وبعدين دوت البريكارديا ما هو وده الهارت يا نهار ابيض البريكارديا والهارت يعني الهارت بنترال الى البريكارديا الله وده اللي ترانسفيرس السطة انا عايزك يا شاطر تركز عايزك يا بنتي تركز على الحته دي انا هتخيل ان انا همسكها من اللي هو والفها كده تمام التشينج دكتور هات الرسمه اللي بعديها اهي رحت انا ماسكها وشديت كده كده انا الاورال ممبرين راحت الهارت تيوب اهي اصبحت توصل الى البريكارد اهو ادي البريكارد وراحت الى ترانسفيرس ثم بعد كده
ورحت وانا بشد شد شد راح بيني له يبقى حصل فيه انعكست الهارد تيوب. مش كده وبس هتنجرب الهارد تيوب. ايوه الهارد تيوب كان ليه؟ عم تتفق معاك كان ليه؟ الفونت اللي عمل فيه خلى التو هارد تيوب يجوا جنب بعض بس ما يجوش كومبليت يعني ايه كده؟ تمام يسيبوا تو هوردز فوق وتو هوردز تحت ايه؟ يبقى راح الجاي الهارد تيوب جنبت ادي التو هارد تيوب قربوا من بعض اختفى السيستم دوت بس الشر ثبت لي حته من ناحيتين لسه ما اتحدوش مش هيتحدوا وادي تو هوردز من فوق تو هوردز من تحت بس اختفى السيستم ده خالص بعد كده وقت هبل شيء لا زي ما هي زي ما هي راحت الدنيا صرت اختفى راح ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان بيحصل ايه يا جماعه؟ البيولوجي اصلا علم الاجنه بيعتمد على حاجه العلامه الله سبحانه وتعالى اسمها ديفرنشيشن التميز الديدي ديفرنشيشن والتراوح تمام فبيحصل في ان ايكوال بوس للجو بتاع الهارت تيوب بيحلموا الاثنين بس مش بنفس الكباسيتي او بنفس النسبه يقوم ايه؟ يقوم راحت مدياني اربعه بالبس سيبريتد باي كونستريكشن البالبس كوردس البالبس كوردس اللي هيعمل الاورطه والبلمونر ترانك والفنتريكل انتوا عارفين الفنتريكل الاكثر بيني والاي في كانال والاتريا والساينس فينوزا ساينس فينوزا بالفينو بالفين بلبس كور ده بيؤدي الى الايه؟ البرمجه اللي طلعت الاول تمام الله الهارد تيوب حصل لها نفس اللي حصل للكيمياء الوجع من يده الاتومه الكيمياء كان متقف وليه؟ يعني لا قدر الله لو ما فيش فوضى كان ممكن الولد يطلع من الاتومه الكيمياء ويضرب ويضرب فوق امه وتلاقي الولد طلع يتدور من فوق امه ما حصلوش فرق ورجليه نزلت تحت تلاقي امه بدل ما تمشي على رجليها تمشي على رجليه اللي تحت فايه اللي حصل؟ حصل في فرق الله نفس النظام الميكارديا كافيتي كان مطلق ومدير الوسط عمال يحصل في الارض عمال تطلع البريكار ده بقول فين يا جماعه؟ ايه القدوم؟ راحت الهارد تيوب بندس على نفسيها وعملت اس شيب هارد تيوب عملت البلبس كوردس والفنتريك والاتريوم بالاي في كانال الساينس بنوزا اوعى تنسى اوعى تنسى ان تو هارد تيوب ما زال ولن تتحل واحد عمل الوزن كود الارتيريال ان والثاني عمل الفينوس ان تمام وات ابل بعد ما انت طب ايه المطلوب مني كطالب بقى في كليه الطب انتجريت البروجرام اصل الدبابه اللي حصل واحد اثنين اجي على هنا هو حاجه اسمها الساينس نوز انا بركز على سايلوس سايلوس يعني تعالى في نور فضيل صح اتريا الله قال عارف ان الاتريا هي اللي بتتسلل للفيز صح الاتريا سواء الاولاد ثم الاولاد سواء برمطر او معرفين التشيك يا دكتور هيجي لك بقى ايه؟
استنى لا خليك كده هتسأل السؤال What are the liberties of the farmers and workers؟ ده السؤال اللي عايز أجاوب عليه. السؤال الثاني يجيب the development of the healthcare and its political anomalies. طب أنا لغاية دلوقتي بتكلم عن healthcare وشبر واحد. أنا عندي سؤال في القطر. وبعد كده development of the healthcare. وبعد كده الديناميك اوف ذا فالوس فور اس اند اتس جينيتال انوميز تشينج يور دكتور هيجيني على اسئله تشينج هاتي اقرا الرسمه اهي ادي الساينس فينوس ادي الساينس فينوس اللي هو دوت تمام تقدر تكبره لي شويه ولا لا يا شباب هو على اصوات كلكم في حتة أهم وأخطر ألا وهي هقول لك الليبر بيديفلوب إن هو الليبر الليبر عارفين يعني الليبر الليبر بيديفلوب إن ده أنت عايز تقول لي إن البنز ديت لما الليبر ديفلوب أسمى إلى جزء جوه الليبر أهو الليبر هنا أهو الليبر هنا أهو الله جزء جوه الليبر وجزء سفرا هيباتك وجزء انفرا هيباتك متخيلين هذا الموقف صلوا على النبي صلوا على النبي والنبي تشينج يا محمد
بس هات لي التشيل ده، التشيل ده لغايه بقول لك اهو، ده التشيل ده انت هتغير جامد جامد جامد. ايه لسه لسه عشان الشباب لسه يا ابني. الله خلص. ها ها ايوه اهو برافو. الليفر راح جاي متوسطه للبيت قسمها الى بس الكوما كاردينال ملوش دعوه ما عداش ورا الليفر. الحته دي مربط الفرس في حاجه اسمها الفيجل سيركوليشن. الليفر لما ديفلوب ان هو يا دكاتره الفيلز دي في مستوى الليفر تكسرت وخدمت على السينوسويدز وذا ليفر. تمام. وبعدين هنا في انفرا هيباتيك بار وسوبرا هيباتيك بار. طب تعالى اجاوب على الرسمه دي على السؤال اللي انا طرحته في الاول. ايه هو يا بنتي؟ وات ار ذا ديريفيتيف اوف ذا ساينس فينوزس؟ هتقولي لي الساينس فينوزس. استنى يا بالطب، لازم تتعودي تفرشين الملعب وبعدين تلعبي، لكن نازله تلعبي كده هو من غير ملعب ما ينفعش. انت هتلعبي على ايه؟ السؤال بيقول وات ار ذا ديريفيتيف اوف ساينس فينوزس، يبقى لازم افرش له الملعب. افرش له الملعب ازاي؟ اقول له الساينس فينوزس بيتكون من بودي اند تو هور عند قرنين، كل هور بيفتح فيه ثلاثة فيز اهو كابيتال لاين. علمت سايد ده الامبرايتر ده الكومن كاردينال على الرايت سايد كابيتال لاين. تمام. امبرايتر كومن كاردينال عظيم. وبعدين لو انت واتس فاستيكيتد شويه وبتفهم وبتفهم وعامل لي شيخ وتلاقيك انت اصلا طالع عمال عينك ام الوحده العربيه. انت فاكر اللي كان بيقول انا بحب الدوره الدمويه؟ بحبها على ايه الراجل ده؟ تمام. تقول لي الليفر ديفلوب في الوسط هذه الفيلز، الفيلز نازله كده لايك ذيس مثلا والليفر ديفلوب فيه، يبقى الجزء اللي ديفلوب فيه الليفر يا عم محمد خدم على السينوسويتس بتاعت الليفر. ما احنا بنقول ديفرنشيشن اند دي ديفرنشيشن، يعني الى الامام والى الخلف يبقى هما بيعكس. تمام. السوبرا هيباتيك بارت ده المهم دلوقتي. أنا بقول لك يا بنتي هما ثلاثة في ثلاثة. ثلاثة استمروا وثلاثة اختفوا. أنا راجل مخي تخين. أنا راجل إيه؟ راجل إيه؟ إيه؟ الله يسامحك على السلامة. يا اخي الله يسامحك يا اخي منك لله احسن. الواد بيقولها بمنتهى الثقه زي حبيبي. يا اخي روح منك لله. شكيتك يا راجل الوطن. الواد بيقول لي مخك احنا يا سيدي اللي ما عندوش مخ. تمام. هنا يا حضرات ثلاثة في ثلاثة. يعني ايه ثلاثة في ثلاثة؟ يعني ثلاثة استمروا وثلاثة اختفوا. لا لا صباع لا صباع لا. بص لو كلنا استجبنا للي عندنا لو كلنا استجبنا للي عندنا هنلاقي.
مش يبقى كل واحد فينا يتغلب على تمام البيت اللاين فوق يتكتل استمر عشان يبقى البيت اللاين يشوف من الكلمة اتوكو مكارد اللي استمر الرايت مكارد اللي يتكتل سوينيو من الكلمة الرايت اللاين يديني من الفيديو من الكلمة التوأم برايك اللي اختفوا التوأم برايك اللي اختفوا طبعا عايز يعني كومن كارديال واحد كومن كارديال واحد بيتر لاين واحد بيتر لاين ده اختفى يبقى الاثنين على النت دول اختفوا طب هات يا دكتور الرسمه بتاعك ايوه تمام اهو يا جماعه البيتر لاين ادينا الصوره هي بقت بارتيكل اليوم ده كده دول التون اختفى اسف ودوت عرفت صايم الليفت كومان كارديال الليفت كومان كارديال الدين قالوا جيب جيب وفضلت اكل وجيب بين وفضلت اكل تمام رايت هون از ابسورد اور اد تو ذا رايت اتريا تو فورم ات سموث فاينر بيدير الله هيجيب سؤال سؤال في الامتحان يقول لك ايه هي؟ تركيبات الرايت اتريا هتقول ابسورب رايت فور وصينف بلور عشان صينف بلور بيعمل صينف بلير بار مش رايت اتريا عندكم حاجه بعد المحطه ديت؟ عندكم ايه؟ ماشي؟ واتسلمت في الطريق.